الخبر أول اللي عدنا عن خمر مار والتهجم اللي تعرضت له 3 مرات. فأول مرة من نزلت هذا الستوري اللي كان دعم القضية الفلسطينية هو تهجم صار جهة إن ليش ما نشرت من البداية. فنشرت هذا الستوري اللي كان بها واحد من المتابعين قاعد يطلب من عدها إن هي تنشر على القضية الفلسطينية. بعد هي ردت على الموضوع وكانت كاتبة اللي يتفلسفون بالخاص ويجون يقولون ليش أنت ما نشرت من البداية وشنو قاعد ما يدرون أساسا شنو اللي صار بفلسطين. رغم صار الموضوع هو ما كانت موجودة بالإنستغرام يعني حسابها مشان وياها وتشكر متابعيها على كلامهم بالخاص. بهذا الحال هي تكشف حقيقة نور مار إنه كان ماخذ حسابها بالإنستغرام من بداية الأحداث اللي صارت في فلسطين. أما بالنسبة ثاني شيء تهجموا عليه فالمتابعين صاروا يقولوا لها انت ليش نشرتي على فلسطين ما نشرتي على بلدش العراق. فمن نزلت هذا الستوري كان بيها متابعين قاعد يتهجم عليها كانت كتبت لحبيب اذا انت متابعين من البداية. فهي اول واحدة نشرت عن الهاشتاج للعراق وكانت كاتبة ومتابعين شافوا ايش قد من رجعت نشرت للعراق والهاشتاج بالبايو مالتي موجود لي هسه. فهي كاتبة بالبايو مالتي حباب الانستغرام سيف العراقي بيبول يعني انه انقذ الشباب العراق. اما بالنسبة ثالث مرة تهجموا عليه فالناس يقولون هي فضيحة ولكن صراحة ما شافها هي فضيحة. فمن نزلت هذا الستوري كانت حاطة بها هذا الموقع للدخول على الموقع هو مقهى ورقص وملهى ليل يعني. صارت تهجمون عليها يا حبايب فنشرت هذا الستوري. انا ساكته ومتحمله انه يمكن الموقع هو كان عباره عن ملهى ليلي ولكن هي مشات بالملهى مجرد نفس المكان اللي هو البين ملهى. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنت اشتركوا بالتهجمات اللي تعرضت لقمر مار وهل هي تستحقها او لا. اما بالنسبه لي رمار فتسربت لها واحده من الصور اللي راح تنزلها بس توصل حسابها بالانستغرام ل 900,000 متابع واللي كانت هذه الصوره اللي جومت مشى فيها يا حبايب. واضح انه صوره حلوه فوصلوا 900,000 على مود تنشر لكم اياها. وبيجي يا حبايب كل خلصنا باخبار فريق نور مار ونروح للمفاجاه الناريه اللي هواي من الاشخاص كانوا ودي ينتظروها واللي هو انه عصام تيكت واخيرا رجع لليوتيوب اللي هو احد اعضاء فريق فافنبول السابقين. فمرحب فتح بث مباشر واعلن من خلال انه حيبدي من جديد باليوتيوب ونزل هذا الستوري يعني من خلال انه راح ينزل مقطع اليوم على قناته باليوتيوب. فاكتبوا يا حبايب الكومنت قد فرحانين بهذا الخبر. اما بالنسبه لنارين بيوتي وش الخطر اللي مجهزه لنا اياه فنارين نزلت على حسب بالانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات صارت تعلن من خلالها انه تحضر لنا فيديو كلش خطير وناري تطلب من المتابعين انه يتوقعون شنو هذا الشيء. جيت لعند لورنس بدي زبط شعري لانه عم صور فيديو خطير حذروا شو هو. انتقل حاليا لاحمد ابو الرب واستهزاء بنور مار. فاحمد ابو الرب نزل على سبب الانستغرام هذا الفيديو بهذا الفيديو يا حبايب كان يسوي به تيك توك ويا نور مار. التيك توك هاي جات على اغنيه سيف نبيل اعطيكم شويه من عندي فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شاركوا بحركه احمد ابو الرب واستهزاء بنور مار. وبس والله وصلت المقطع حبايب لا تنسون تشتركوا بالقناه نحاول نوصل 500,000 مشترك بسرعه وقت فالكل يشترك بالقناه. وبس كانكم فايز زي ما قصص ومع السلامه.